تركيا في دقيقة. وسائل إعلام أمريكية تزعم أن على الولايات المتحدة أن تحذر من مخاطر صناعة الطائرات المسيرة التركية، خصوصا بعد البدء بتصدير هذه التكنولوجيا إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو مثل بولندا. اختتمت قيادة القوات الجوية الثالثة في ولاية كونيا مناورات عنقاء الأناضول 2021 العسكرية الدولية بمشاركة أذربيجان وقطر وقبرص التركية. لاستيراد أفضل أنواع الأثاث من تركيا اتصل الآن. أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيف الإجراءات التي جرى اتخاذها سابقا لاحتواء جائحة كورونا، بما في ذلك الرفع الجزئي لإغلاقات نهاية الأسبوع وفتح كافة المطاعم للزوار وفق تدابير. واعتبارا من اليوم سيبدأ حظر التجول من 10 مساء وحتى 5 فجرا. أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 122 وفاة و 6493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. تركيا في دقيقة.